ومرحبا يا جماعة، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطعنا لليوم أنبوكسينج. اليوم ما راح يكون في فايتات، ما راح يكون في إيش، الوضع هدوء كثير. راح نشوف اليوم أنبوكسينج لبلبل أغيد. طبعا ممكن هذا البلبل صار قديم شوي صغيرة، بس أنا عشان معيش مصاري كثير فبحاول إنه بستناهم لحد ما يرخص سعرهم وبشتريهم. فأنا بلبل أغيد، أخيل الأخير، تمام؟ مش أخيل النفاث ولا لا، هذا أخيل الأخير، تمام؟ هذا البلبل صراحة سعره لطيف زي ما انتم شايفين، 16 دينار اردني، وطبعا تكاراتومي سبيس تون. لازم تتاكد من هذول الشعرين قبل ما تشتروا اي بلبل عشان تتاكد انه هو اصلي، تكاراتومي سبيس تون. وطبعا توي برو، نسخه التوي برو، توي برو، كل البلابل الموجودين عندنا في الاردن تقريبا نسخه التوي برو، تمام. البلبل من قدام يعني ما في شيء كثير، يعني مش كاتبين كثير شغلات عنه. موجود البلبل مع الريبكور، طبعا شفاف العلبه عشان تقدر تشوف المحتويات، والقاعده اللي فيها نمط علوي ونمط صفري، هاي كثير انا متحمس لها القاعده، والحديد تبعته، والبلبل الجميل، بلبل اغيد، كثير رهيب البلبل. بحكي لك جهاز الاطلاق والسلك مرفقان انه موجودين، يعني طبعا هو بلبل توازن دوران يميني، نسيت احكي لكم، بلبل توازن دوران يميني. وطبعا عملنا انبوكسنج لبلبل تحمل، بلبل تحمل، بلبل ايش تتوقعوا؟ اتوقع في ناس شافوا المراجعه، ولكن هو بلبل براثن الكرامي، هذا هو، هذا بلبل تحمل. طبعا بلبل عليه يعني زي ما تحكوا مطاط، وعليه حديده، وعليه هيك دوران بلف زي هيك، وبلبل تحمل، بلبل رهيب، بلبل رهيب. المهم بتشوفوا مراجعته بعد هذا الفيديو، اوكي. وبحكي لك جيد لنهايه التدمير، جيد لنهايه التدمير، وبحكي لك اللاسع المعدني، شفرات معدنيه تمكنكم القيام بهجوم مرتفع، ومع ذلك يبقى قادر على صد الهجوم بشكل بفضل شكله، بفضل شكله. طبعا عنده شكل بيساعده على انه يصد الهجوم بسبب الشفرات على الغالب. وبس يا جماعه الخير، طبعا صنع في فيتنام، هذه النسخه مصنوعه في فيتنام. ولازم تتاكدوا زي ما حكيت لكم انه تكاراتومي سبيستون وبلبل توازن هذا، وفي نمط مرتفع ونمط منخفض، واكيد اخر شيء عندك شركه الاخاء العربيه الدوليه. هذه شركه الاخاء هي الوكيل الرسمي لبلابل بي باتل بيرست في الاردن، تمام. طبعا هاي العلب بعرفش افتحها، يعني وصراحه شفت كثير ناس ما بيعرفوا يفتحوها لانها دائما اشوف كيف تتمزع، يعني بعرفش، بحب احافظ عليهم ولكنها بتتمزع للاسف. راح احاول افتحها هيك باقل ضرر ممكن، اوكي. فهي زي هيك راح تفتح معنا العلبه زي ما انتم شايفين. وهذا شيء حلو صراحه، يعني انه بتتمزع ممكن يكون شيء حلو، بحيث انه موضوع انك تاخذ بلبل مش اصلي او بلبل مجدد او بلبل مستعمل يعني يعذبوا لك اياه في علبه جديده، ما راح يصير هذا الشيء لانه صعب انك تحافظ على العلبه. فهيك بنكون احنا فتحنا العلبة زي ما انتم شايفين. اول اشي مباشرة، واو، الغالب انه ما فيش عنا، لا، هي في استيكرات، موجودة الاستيكرات، بس انا للمرة الالف بحكيها يمكن في هاي القناة، بعرفش ليش بضلني اعيد نفس المعلومة، ولكن انا ما بحب احط الاستيكرات، يعني الاستيكرات هذول ما بحبش اني احطهم بالمرة، لانه بحب احافظ عليهم، اوكي، بحب اني اخليهم وما استخدمهم. طبعا عندنا رشيدة التعليمات بي باتل بيرست اللي هي هذه، تقدر تقراها وتشوفها، يعني ما فيها شيء مهم، يعني كل المعلومات انت اكيد بتعرفها. وبالنسبه للبلبل، هذا هو البلبل. الطلقه صراحه يعني ما بعرف في حدا منكم بيستخدمها، يعني ما اتوقع في ناس كثير بيستخدموها، لانه الطلقه يعني كثير صغيره، يعني احنا ايدينا شوي كبار، واللي بتابعوني بجوز في اعمار كبيره شوي، ف يعني صغيره، شوفوا كيف هي كتكوته صراحه حلوه، يعني ودوران حر زي ما بتعرفوا، هذه الطلقه تيجي دوران حر، فرهيبة حلوة، مو عاطلة كثير صراحة، يعني كتكوتة زي ما تحكوا. هذا هو البلبل، تمام. خلينا نفتحه، طلعه من العلبة، اوكي. هاي المسننات اللي بعرفش اني افتحها صراحة، اوكي، هاي فتحناها، وبعرفش اتفاداهم للأمانة، يعني فبضطر ان امزعهم مزع. هذا هي الشيب واللاير، وهذه الحديدة، وهذه هي القاعدة. القاعدة طبعا تقدر انك انت تغير نمطها، هلا بنشوف كيف بتغير النمط فيها. انا ما اعتقد لف او شيء زي هيك، ولكن يس بتغير النمط تبعها، بتصير علويه وسفلي. اوكي، هيها بقدر ان ارفعها، اتوقع برفعها وبلف، يس برفعها وبلف زي هيك، بتصير علوي او سفلي زي ما انتم شايفين، برفعها وبلف بتصير علويه وسفلي. طبعا سامحوني اذا في اي مشاكل في التصوير، انا لساتني مبتدئ في تصوير البي بليد وكذا. فهي نبلش، اول شيء احنا بلشنا بالقاعده، خلينا نبلش ب اللاير او البلاستيكيه. طبعا زي ما انتم شايفين هايها، ما بعرف، هي بلاستيكيه ولكن حاسس في هيك شويه مطاط فيها، جميله جدا، يعني كثير حلوه. شوفوا كيف في هيك
بالنص هيك تركوازه بتبين معاكم وكأنها جوهره، يعني بدون اي مبالغه بتحس حالك هيك ماسك جوهره، مش اشي يعني مستهان فيه، كثير كثير رهيبه. وما بيطلع يعني ما اتوقع تطلع الشيب، عشان نشوف الشيب ما بتطلع، ما في اي مسننات. وبالنسبه للحديده يعني حديده حلوه مميزه، مو الافضل، لانه بعرف انه في يعني حدايد كثير افضل منها وبيجوا عليهم بلاستيكات وكذا ودعاميات، فهذه الحديده عاديه جدا، لطيفه حلوه تقدر انك تستخدمها، بس ما بنصح فيها للبطولات والشغلات اللي هيك الاسطوريه، اللي انت داخل يعني بدك تفوز وتكسر البلابل، ما مش كثير يعني ممكن انها تكون كويسه. بالنسبه للدرايفر هذا هو القاعده تاعته، طبعا القاعده ما بقى يعني بتلفلف، تقدر ترفعها زي هيك وتلفها، بتحول بين الانماط، نمط هجوم، نمط دفاع، النمط اللي انت بيعجبك. هذه هي زي ما انتم شايفينها، طبعا هيها اصليه وفيتنام واللي بدكم اياه موجود. خلينا نركب البلبل، طبعا شفرات، وعي في هيك زي ثلاث شفرات، وزي ما انتم شايفين هنا في هيك التعرجات، وفي زي يعني حديده طالعه وحديده نازله، فبتحس انه هيك بتصدى للضربات بطريقه مجنونه. طبعا دوران يميني فراح نلفه لليمين، ما راح نغلط زي اخر فيديو، اخر فيديو خبصت في الدنيا يعني صراحه، مش عارف الف بلبل دوران يساري، يعني كانت فضيحه. اوكي هذه هي البلبل، هذا هو البلبل زي ما انتم شايفين، فيك زي جوهره هيك لامعه جدا بالنص، تركوازي لونها اخضر، بس كثير عجباني، ما بعرف كثير حكيت عليها بس انا عجبني، عجباني والله. هي هاي القاعده، ترفعها زي هيك، اوكي بتلفها، ترفعها وتلفها وزي هيك، يعني ما فيها اي تغييرات كثير كبيره. يعني جهاز الاطلاق تبعها بصراحة ما بستخدمه، ف يعني ما بعرف، بس راح نجرب عشان الفيديو، يلا مش مشكلة يعني. الفيديو يعني بصراحة صغيرة على ايدي، شوفوا كيف. فزي ما حكيت لكم هذا هو البلبل زي ما انتم شايفينه، يعني لطيف جدا، حجمه صغير، مو حجم كبير مثلا زي شهاب الشجاع المهند، لا يعني حجمه شوي صغير. وخلينا نطلقه أول مرة ونشوف كيف راح يكون. طبعا راح استخدم جهاز الاطلاق تبعه، جهاز الكتكوت هذا الصغير، ويلا نشوف كيف راح يكون. اوكي يلا 3 2 1. واو اوكي اوكي الثبات، لا لا الثبات مو معقول، في شيء غلط بالثبات، حسدناه صار يلف بشكل متعرج، بس لا لا عن جد عن جد ثباته كثير حلو، ثباته بالحلبة نايس جدا جدا جدا، يعني ثباته بصراحة يعني يشكر عليه. اوكي ثباته رهيب. 3 8 1 انطر. واو 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 واو، عمل بيست في الارض يا جماعة. أنا زعلت صراحة، أنا زعلت وعصبت صراحة، هذا الريب كورد كثير صغير وهذا المطلق صغير جدا، فتعرف شو راح أعمل؟ ما بدي إياه، ما بدي أستعمله، حضلني أكب البلابل وأكسرهم، لا خلص. تعرف شو راح أعمل؟ صراحة كان هذا الحكم المفروض للفيديو الجاي، ولكن ترى راح نعمل انبوكسينج لطلقة تكارا تومي سبيس تون، وصراحة كان المفروض أعملها للفيديو الجاي، ولكن هذه تحت البي باتل رايس. يلا خلينا نشوف، خلي الفيديو طويل مش مشكلة. خلينا نعمل انبوكسينج. طبعا توي برو هنا بيحكي لك انه الجهاز ريبكورت العادي، جهاز الاطلاق العادي، بيحكي لك قوه الاطلاق تبعته وسهوله الاستخدام مقابل التعديل. طبعا هذا الازرق والاحمر نفس الاشي، بس بيحكي لك هذه نجمه واحده نجمه واحده نجمه واحده، يعني انه يعني سيء، عرفتوا كيف؟ فصراحه بطلت اتحمل هاي الطلقات السيئه كثير، فيس جبت هذا المطلق، كثير حلو، رهيب جدا وقوي وشفاف زي ما انتم شايفين. هلا هلا بنفتحه بتشوفه بشكل افضل، فخلينا نحاول نفتحه بدون ما نخرب كالعاده، لانه هذه العلب بتاعتهم صراحة كثير 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 بتخرب. وسبيستون بالله عليكم مشان الله، يعني حاولوا بس كبروا أجهزة الإطلاق، يعني شايفين كيف عم نخرب بلابلنا، حرام يعني، سووا لنا أجهزة إطلاق أكبر شوي، هاي أجهزة الإطلاق سيئة كثير، ما بحبها صراحة الصغيرة هاي. فيلا، وطبعا بالبطولات ما شفت حدا بستخدمهم، عشان ما حدش يحكي لي أنا بحبهم لا صراحة في البطولات الرسمية ما عمري شفت حدا بستخدمهم. فعندنا هذه كتيب التعليمات بيحكي لك كيف انك انت ما تضرب صاحبك اللي قاعد جنبك فيها، وخلينا نطلع. طبعا جهاز اطلاق يعني ما في شيء كثير ينحكى عنه، فطبعا سعره 16 دينار اردني زي ما انتم شايفين هنا، سعره 16 دينار اردني، اي ما يعادل ال 20 دولار تقريبا الا شوي، 19 دولار يعني. وهذا هو جهاز الاطلاق، اخ اخيرا اوف اخيرا صار عندي جهاز اطلاق زي العالم والناس. خلينا نشوف سرعته. و ها ثواني ثواني، انا والله ما انا ثواني ثواني شو، انا جربت واحد صراحه مش اصلي، بس ما بتذكر انه طوله كان هالقد. طلعوا طلعوا طوله، شوفوا طوله، شوفوا طوله، كل هذا طول جهاز الاطلاق، ما شاء الله شغله رهيبه. طبعا شفاف
شفاف رهيب جدا، كثير 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 شكله حلو مو شوي. وهلا نقدر احنا نطلق البلبل براحتنا. فبسم الله الرحمن الرحيم نجرب اول اطلاق الى ثلاث. واو واو بلابل البيرست مع جهاز الاطلاق هذا مش طبيعيه. فيا يا جماعه يس يس جربوا جربوا جهاز الاطلاق هذا، حاولوا اشتروه عشان ايش يعني تكسبوها تكسبوها صح، عرفتوا كيف؟ لانه هاي الاجهزه يعني حتخرب لكم بلابلكم اذا ضلكم تستخدموها سيئة سيئة كثير. فأنا طبعا طلقته خفيف عشان ما امزعش الحبل، صراحة كنت خايف ان امزع وسلاح اطلقه زي العالم والناس. ثلاث نمع اوكي هلا طلقته زي العالم والناس، والحلبة عم بتلف وبترج وبتدور تمام. هذا هو البلبل. طيب راح ننازله مع بلبل خلينا مع اللهيب الاسطوري، عنده قاعدة مطاطية اللهيب الاسطوري، خلينا ننزله مع الهيب الاسطوري بس هيك. طبعا راح انزلهم منازلات رسميه بس الان راح اجرب انه انزلهم هيك يعني بس نشوف طاقته وقدرته وتحمله وكذا. فثلاث اثنان واحد ثلاثة اثنان واحد اوكي ثلاثة اثنان واحد واو نزل مكسور انطلاق. واو 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 عمل له بيرست، عمل له بيرست فينش وفجره تفجير. طبعا اسنانه هذا البلبل قويه مش زي اللهيب الاسطوري، اللهيب الاسطوري شوي اسنانه ضعيفه شوي صغيره. طبعا خسر كليك معنا للاسف يعني مو ضعيف بس خسر كليك بالنهايه. 3 2 1 اطلاق 3 2 1 اطلاق. طبعا حلوه 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 الطلقه فوق ما تتخيلوا حلوه يا جماعه. طبعا بعرف اصلحها يعني بعرف اعمل لهم صيانه عرفتوا كيف، ما بخافش اذا خربت ان شاء الله يعني اموري تمام. اوه خسر بلبل بلبل الجديد للاسف انه خسر ضد اللهيب المستعر اللهيب الاسطوري اللهيب الاسطوري. لعب كمان جوله نحكي 3 2 1 بيست كمان بيست فينش. شو الحلاوه هاي، شو هالاشياء الحلوه اللي عم بتصير في فيديو اليوم، اعمل له بيست فينش كمان مره. ف يعني شغله اسطوريه صراحه انا مبسوط. فصراحه ما كنت يعني مخطط اني اسوي انبوكسنج لهاي الطلقه ولكن هيك شاءت الظروف اني اعملها انبوكسنج فعملت لها انبوكسنج وهذه النتيجه. وبس يا جماعه الخير هذا كان فيديو اليوم، عملنا انبوكسنج لهذا البلبل وبدي اياكم تحضروا الفيديوهات الماضيه والفيديوهات الجايه ان شاء الله لانها حتكون في مفاجات جديده وان شاء الله انبوكسنج جديده. يعني وعدتكم في هذا الانبوكسنج وهي اللي سويته. ولا تبخل علينا باللايك والشير والسبسكرايب. وهذا كان عنا بلبل أخيل الأخير. أوكي ديروا بالكم على حالكم، مع السلامة.